السلام عليكم. كل الطرق إلى المجد مغلقة إذا لم يكن التعليم عند الأمم بخير. وفي زمان باتت فيه الأمم والشعوب تتسابق في بناء أجيالها عبر أنظمة تعليم متقدمة تنطلق من حاجات المجتمع العلمية والمادية والثقافية، يصبح لازماً السؤال عن وضع التعليم في الوطن العربي وعن الرسالة التي يؤديها، خصوصاً في ظل التفاعلات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية. هل يوجد نظام تعليم عربي؟ وإلى أي مدى يعزز هذا النظام الهوية العربية والانتماء الثقافي والحضاري للأمة العربية؟ أي تأثير على بنية التعليم ذاك الذي يخلفه التوظيف السياسي لمناهج التدريس في عدد من الدول العربية؟ هذه محاور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلاً وسهلاً بكم. لا شك بأن التعليم في العالم العربي يعاني من أزمة عنيفة ومزمنة بسبب كثرة العوامل والأسباب شديدة التداخل والتعقيد الكامنة وراء هذه الأزمة، فهي تمس عن قرب هوية الأمة وحاضرها ومستقبلها. فلا أحد يماري في أن التعليم يعد في حياة الأمم والمجتمعات المعاصرة القاعدة الصلبة والأساس المكين الذي تقوم عليه. فالدول المتطورة في عالمنا اليوم تؤسس نهضتها على العلم. رغم تزايد أعداد الملتحقين بالمدارس، فإن نسبة الأمية في الدول العربية ما زالت مرتفعة، فهي تضم الملايين من الأميين، كما أن معدلات الالتحاق تشير إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال في سن التعليم لا يلتحقون بالمدارس أو يتسربون منها بعد فترة قصيرة من التحاقهم بها. لكن التحديات الأهم في مجال التعليم لا تقتصر على النواحي الكمية كالإنفاق على التعليم والقدرة على استيعاب جميع الأطفال في المدارس، وإنما في تردي نوعية التعليم المتاح. وثمة عناصر أخرى تؤثر تأثيرا حيويا في تحديد نوعية التعليم، لعل من أهمها سياسات التعليم ووضع المعلمين ومناهج التعليم وأساليبه، بالإضافة إلى التخصيصات المناسبة لقطاع التعليم، فقد غلب عليها الانخفاض مقارنة بغيرها. البنك الدولي ومنذ سنين خلت حذر من تخلف مستوى التعليم في العالم العربي، وأنه بحاجة إلى إصلاحات عاجلة. فقد خصصت الدول العربية 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي و20% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم خلال السنوات الأربعين الماضية. لكن هناك بارقة أمل أظهرتها التقييمات الدولية أيضاً من تقدم بعض الدول العربية في الميدان التعليمي، مثل حصول قطر على المرتبة الرابعة في جودة التعليم على مستوى العالم، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً، بالإضافة إلى ظهور بعض الجامعات في مراتب متقدمة على مستوى العالم. وعلى الرغم مما سبق، فإن الدول العربية لا تزال تعاني بحسب المختصين من 4 مشكلات كبيرة تكفي لإظهار الحقيقة دون تزييف، تتمثل في اللاهوية واللارؤية واللاستراتيجية واللاتحدي. فكما يبدو أنها لم تحدد هويتها بعد، هل تريد تعزيز قيم العروبة أم الإسلام أم الحداثة أم الغرب أم الشرق؟ وهي كذلك تتخبط في رؤيتها بين ضعف القدرة على التخطيط وصياغة الاستراتيجيات وبين المناكفات السياسية والشخصية، كل ذلك في ظل غياب الهدف. فما الذي نريده من التعليم، وإلى أين نريد أن نصل؟ إن التعليم في الوطن العربي بحاجة إلى دراسة مستفيضة لمعرفة الخلل الكامن فيه، وأن مشكلات التعليم هي في الواقع منظومة معقدة ومتشابكة من المشاكل التي يعاني منها عالمنا العربي في كافة المجالات. فالأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تلعب دورا أساسيا فيها، ولا يمكن حلها ما لم نبدأ بالمصارحة الشفافة عن أوضاعنا الحقيقية ومحاولة وضع خارطة طريق صالحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ صالح فاضل الخبير التربوي السوري، وهو مؤسس عدد من المدارس العربية والأمريكية، والأستاذ عبد الباقي شمسان الأكاديمي اليمني، وعبر سكايب من الدوحة في قطر الأستاذ سلمان كمال جميل الباحث العراقي في القضايا التعليمية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك أستاذ فاضل، إلى أي مدى النظام التعليمي في الدول العربية ينطلق من اعتبارات تتعلق بالهوية العربية وبالثقافة العربية، ينطلق في أسس تعليمه وفي أنظمته التعليمية؟ الأصل في نظم عملية التعليم، عملية التربية والتعليم، هو الدستور، وبالتالي كل الوثائق التربوية تكون منبثقة من الدستور، لأنها هي الحالة التنفيذية في المجال التربوي والتعليمي للدستور. نرى الحقيقة في الواقع أن الدساتير العربية هي ليست دساتير لترسيخ الفكر العربي والإسلامي على الإطلاق، ولذلك الوثائق التربوية هي وثائق منفصلة عن الواقع الحقيقي للأمة، لأنها مبتعدة جملة وتفصيلا عن الهوية بسبب ابتعاد الدستور عن الهوية أصلا. فنعرف أن الهوية العربية والإسلامية لها محددات ثلاث: الكتاب والسنة واللغة العربية. تجد أن مادة التربية الإسلامية على مستوى الكتاب والسنة لها حصتان بائستان في الأسبوع في المرحلة الإعدادية والثانوية، وفي المرحلة الابتدائية تتراوح بين 3 حصص إلى 4 حصص على أبعد تقدير في الأسبوع. نعم في الأسبوع. هذه مسألة. المسألة الأخرى، نجد أن هناك ممارسات حقيقة ليست شريفة في تخريب بنية تعليم اللغة العربية في المدارس العربية بالمجمل، وهناك استثناءات ربما. تتحدث عن مدارس حكومية أم خاصة؟ الكل حقيقة، الكل نقولها، لأن المناهج هي المناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية هي مناهج حكومية تدرس المدارس الخاصة، هي يعني لا يوجد هناك حرية في المدارس الخاصة أن تتبنى مناهج خاصة بها في مجال العلوم الإنسانية. ولذلك حتى المدارس الخاصة لضبط عملية تخريب الهوية يسمح لها أن تتبنى أي منهج في مادة العلوم والرياضيات على سبيل المثال، وفي الفيزياء والكيمياء، ولكن لا يسمح لها في تبني مناهج في العلوم الإنسانية، وأقصد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، لكي يبقى العقلية هذه العربية عقلية بعيدة عن هويتها الأصلية. وإن كان هناك رتوش بسيطة بعض الأناشيد أنا عربي وأنت عربي وغير ذلك، ولكن هي من باب التنفيس ومن باب التعمية على المواطن العربي. أليس في هذا الكلام أستاذ صالح، أليس في هذا الكلام يعني إغراق في المؤامرة؟ في النهاية الذين يقومون على هذه المناهج هم عرب في النهاية، فما مصلحتهم بتغريب مواطنين العرب عن هويتهم العربية؟ أنا أقول عن الشخص العربي هو عربي نسب، قد يعني أتفق معك في هذا، لكن عندما أقول عن شخص أنه عربي ومسلم أنطلق إلى القاعدة الفكرية التي ينطلق منها. مصيبة هذه الأمة من بدايات إفساد التعليم، ولو قلنا مصر وسوريا نموذجا لأنه كان في تركيز عليهم عبر التاريخ، حقيقة كان من المستشرقين والمستغربين من أبناء وطننا والمبشرين. هذا الثالوث هو الذي ساهم في تأسيس المنهجية التعليمية والتربوية في بلاد الشام ومصر، ومن بعد ذلك تأثرت طبعا المنطقة العربية عبر البعثات التعليمية التي انطلقت باتجاه الخليج وبالجزائر. نعم. والمغرب العربي. أستاذ صالح، هذا سنأتي بعد قليل على تفصيله، الأسباب يعني التي أدت إلى تراجع البنية التعليمية، لكن قبل أن أتحول الأستاذ عبد الباقي، يعني أفهم من كلامك أن الآن النظام التعليمي في الدول العربية جملة وتفصيلا هو يعني بعيد عن ترسيخ معاني الهوية العربية والقيم العربية لدى العرب، لدى الجيل، لدى الناشئة؟ بكل تأكيد. الحقيقة نحن من بعد سايكس بيكو ومن بعد سقوط الدولة العثمانية وجد الحكام بمجملهم، ربما ما أعمم دائما، أنا لا أحب التعميم، لأنهم موظفون عند المستعمر السابق، ولذلك هم حافظوا من خلال التعليم النشيد الوطني على سبيل المثال. فلنبدأ بالنشيد الوطني، هو الذي يرسخ الحدود الجغرافية لهذا الكانتون الذي رسمه أعداؤنا. إذا نحن نحقق ما أراده الأعداء في ترسيخ الهوية الوطنية، وهي أيضا هوية
هلامية غير محددة، لا يعرف الإنسان هل هو مسلم أم هو قومي أم هو ديمقراطي أم ليبرالي أم علماني، لا يدري الإنسان العربي في تلك الكانتونات ما هي هويته بالضبط. طيب دعني أسمع رأي الأستاذ عبد الباقي، هل هناك فكرة أو فلسفة محورية جامعة يقوم عليها نظام التعليم في الدول العربية؟ طبعا من خلال النتائج والمؤشرات لا توجد استراتيجية عربية في للمنظومة التعليمية، لا توجد رؤية استشرافية، لا يوجد حتى تراكم أو تناغم أو مشروع مشترك في المنظومة التعليمية أو العملية التعليمية برمتها. هنالك عمليات منفردة في المنطقة العربية، وهناك تحولات على سبيل المثال، يعني الآن نحن نتحدث عن بلدان عربية كانت رائدة، على سبيل المثال مصر كانت مثلا هي التي تصدر المدرسين وهي التي تقود العملية التعليمية. الآن مصر على المستوى العربي 12، بينما تتقدم قطر في المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا. لكن سنلاحظ أن رغم أن الإمارات وقطر على المستوى جودة النظام التعليمي في المراتب الأولى عربيا ولها مراتب عالمية 18 في الإمارات، قطر السادسة عالميا، يعني هو الآن أنا عندي إحصائيات لدافوس. نعم. دافوس. طيب إذن إلا أن أيضا سنلاحظ أن هذه الدول الخليجية على مستوى الإنتاج البحثي منخفض وعلى مستوى ميزانية البحث منخفض. سنلاحظ أن تونس التي تأتي عربيا العاشرة لكنها على المستوى البحث ويعني تخصيص ميزانية بحث تأتي الأولى. ومن هنا سنلاحظ أن النظام التعليمي العربي نظام لم يستطع أن يعني يضع استراتيجية نستطيع من خلالها أن نواجه التحديات وأن ندخل مع ما يسمى بعالم الرقمنة، بمعنى مجتمع المعرفة. عندما تتحول المعرفة إلى بنية اقتصادية، بمعنى المعرفة هي التي مورد من موارد أو قطاع اقتصادي، عندما يعني يكون هنالك فجوة عقل وفجوة تعليم وفجوة لغة، وهناك ما يسمى بتكافل فرص، بمعنى أن منظومة التعليم العربية لا تمكن الشاب العربي من دخول سوق العمل الدولية، بمعنى يستطيع أن ينافس ما عدا بعض البلدان بحكم اللغة. هنا أهم مفهوم من مفاهيم التنمية الإنسانية منعدم، بمعنى أنك غير قادر على دخول السوق. اثنين، في مفهوم حديث الآن مع الرقمنة يسمى بالأوفشورينج، وهو العمل خارج ما وراء البحار، بمعنى أنه الآن بباكستان والهند حتى في إطار عدم وجود هجرات لأوروبا تستطيع أن تقوم بأعمال في بلدك وتعمل عن بعد. المجتمع العربي نظامه التعليمي لم يمكنه أيضا حتى من الأوفشورينج، بمعنى أنك تستطيع أن تقوم بعقد عبر المجتمع الافتراضي وتقوم بإنجاز المهام بفارق عشان فارق الأسعار. نحن أمام، سنكتشف تدريجيا طبعا، نحن أمام يعني منظومة تعليمية ليس لها استراتيجية عربية حتى موحدة. الآن كان لدينا، لو سمحت، كان لدينا فجوة على مستوى التحاق الذكور والإناث بالتعليم. لدينا بعض البلدان خاصة غير البلدان الخليجية فجوة بين الريف والحضر، لدينا فجوة في الجامعة بين الأكاديميين والأكاديميات. ما معنى الفجوة هذه؟ فجوة بمعنى أنه نسبة الذكور أكثر من نسب الإناث، بمعنى بالالتحاق بالكليات العلمية، بمعنى وكأننا قمنا ب... هل هذه مشكلة الآن في عالم عربي يشتكي من ضعف في البنية التعليمية؟ هل الآن توقف الأمر على التساوي في عدد الذكور والإناث؟ جميل، نحن نتحدث عن قوة العمل. المجتمع العربي يعني تقريبا كل المجتمعات تقترب 50% ذكور 50% إناث و 70% شباب، بمعنى أن تقريبا 70% من قوة العمل معطلة، بمعنى الشباب يحتاجون إلى دعم وإلى رعاية أبوية وإلى اهتمام أسري، وبالتالي هم بعيد عن سوق العمل، وهناك كتلة بشرية معطلة أيضا، بالتالي نحن نساهم بقوة العمل منخفض. لذلك عندما يكون لدينا يعني نستطيع أن ندخل المرأة في المهن غير التقليدية، بمعنى الطب، الهندسة، نستطيع أن تساهم في العملية الاقتصادية. نحن الآن
بالمجتمع العربي ما زلنا نتحدث عن مجتمع، لكن المجتمع العربي يعني في هذا السياق أستاذ عبد الباقي، المجتمع العربي أصلا يعاني من بطالة الرجال، فربما يكون الحديث عن إدخال المرأة إلى سوق العمل ضربا من الترف في نظر بعض المراقبين. لكن لو أذنت لي أريد أن أبني على هذه النقطة المهمة التي تحدثت عنها، حقيقة هي نقطة مغيرة عما تفضل به الأستاذ صالح، لأسأل الأستاذ سلوان معي في الدوحة. يعني ضيفي الأستاذ صالح تحدث عن بعد النظام التعليمي العربي عن الهوية، عن الارتباط بالهوية العربية وبالثقافة والحضارة العربية، لا يرسخ لهذه القيم. وضيفنا الأستاذ عبد الباقي شمسان تحدث عن نقطة مغايرة مهمة أيضا، عن ضعف النظام التعليمي دوره في تحقيق التنمية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، التنمية الحضارية في الدول العربية. أريد أن أسألك عن القيمة الكبرى والفكرة الأساسية التي يسعى، وأنت طبعا خبير عراقي وعملت في عدد من المدارس والجامعات ووزارة التربية فيما أعلم عنك، يعني صاحب خبرة كبيرة، ما القيمة أو الفكرة الأساسية التي يسعى واضعون نظام التعليم في عدد من الدول العربية إلى تحقيقها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تفضلوا به الأخوان الأساتذة كل من وجهت نظره شيء صحيح، لكن احنا في النظام التعليمي العربي أولا ليست لدينا أي استراتيجية واضحة ولا تجربة نتخصص بها، حالنا حال التجربة السنغافورية ولا الماليزية ولا دول أخرى كانت مغمورة وظهرت إلى السطح. ما نراه الآن من دول وتجارب عربية هي حقيقة بدأت تأخذ دورها، خاصة دول الخليجية في الفترة الأخيرة، من خلال وضع خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2030. هذه 2030 ليست فقط يعني هنالك تمويل سنوي للتعليم، والتعليم ليس فقط الحكومي، التعليم الحكومي، التعليم الأهلي، التعليم الجامعي، هذا كله مخطط إلى ضمن مراحل زمنية يوضع له. المشكلة أنه في التعليم الأساسي هناك أشاروا الإخوان أنه إحنا عندنا تخلف. في الحقيقة كانت دول كثيرة متقدمة في القرن التاسع القرن الماضي، ودخلت في ميادين الهندسة والطب كلا الجنسين، أنا أتكلم عن الرجال والنساء، لكن أصيبت هذه الدول بكبوات، وهذه الكبوات هي خارج عن إرادتها، إرادة دولية حاولت أن توقف التقدم العلمي في هذه الدول بحجج واهية، وساهمت تدمير التعليم في هذه الدول. وأضرب لك مثل بسيط، العراق من هذه الدول. كان العراق في منتصف السبعينات مستوى التعليم عنده بشهادة اليونسكو أخذ نال جوائز دولية في المراتب الأولى، بحيث أن هذه الدولة خلت من الأمية، ونظام التعليمي كان يضاهي نظام الدول الاسكندنافية. انظر ماذا حصل. حصل بعد 2003 دمر التعليم العالي، دمر التعليم الابتدائي أو التعليم العام، دمرت البنية التحتية للتعليم، دمرت القيم التربوية في البلد بسبب دخول قوى خارجية دخلت ما نسميه بثقافة الحرية والديمقراطية والعولمة وشيء من هالنوع، فدمرت مسائل التعليم وحتى الخطط التربوية التي كانت يعني حتى قبل دخول القوى الخارجية. وأنا أعرف إلى ما تلمح يعني ربما الاحتلال الأمريكي وفي هذه المرحلة، لكن أستاذ سلوان يعني قبل ذلك هل كانت الأنظمة التعليمية، يعني أنت ذكرت أنه لا يوجد استراتيجية، لكن يعني قبل دخول المحتل هل كانت الأنظمة التعليمية بخير وعافية وتستطيع أن توحد المفهوم التصورات الجيل العربي الحديث تجاه قضايا الأمة مثلا؟ هناك كان إجماع، هناك كان يعني لقاء على مستوى التربويين العرب، هناك على مستوى العلماء العرب، هناك تجمعات احتضنتها دول إن كان عراق ولا قطر ولا دول أخرى. هذه كانت هنالك بناء خلينا نقول نواة للتربية والتعليم، لكن كم حققنا منها؟ هاي تحتاج لها خطوات طويلة. ما هدمه
الاستعمار اللي تفضلوا به الإخوان وما ترك من عادات يعني وتخلف في المجتمع العربي لا يمكن أن تحييه هذا بسنوات بسيطة. أنت يفترض أن التكامل يكون ما بين مناهج أو المؤسسات التعليمية العربية، لكن اللي احنا يقلل من حزننا ومن ألم هنالك تجارب تسير باتجاه صحيح، ونتمنى تكون هي النموذج للمستقبل. طيب جميل هذا الكلام، أعود إليك أستاذ صالح. ربما اللغة والأدب إحدى أهم الركائز التي تبنى من خلالها هويات الشعوب. السؤال هو النظام التعليمي إلى أي مدى، وأنت تحدثت طبعا عن تقصير في موضوع الثقافة الإسلامية التربية الإسلامية كمحدد أساسي من محددات الهوية العربية، لكن فيما يتعلق باللغة والأدب ما نصيب هاتين الركيزتين من ركائز الهوية في المدارس والنظام التعليمي في الدول العربية؟ يعني احنا لو رجعنا لموضوع الهوية نفسها، من جملة ترتيبات الهوية هو تربية الذوق. طبعا في عنا حقيقة الإنسان، حقيقة الفرد من حيث تميزه فكريا وذوقيا وعاطفيا. الأدب ينمي الذوق، ينمي العواطف، لكن هذه التنمية يجب أن تكون منسجمة مع الهوية. لكن اليوم إذا لاحظنا الآن في الأدب الحديث، ما أنا لا أسميه أدب حقيقة، الأغاني الآن الهابطة التي تبث عبر أجهزة إعلام الحكومات بكل أسف، ماذا تربي؟ دعني في التعليم، أنا ربما أن نعم أنا ما زلت في التعليم، هذا هو يعتبره إنتاج أدبي لأنه هذا أدبي. الحقيقة المسألة الأدبية لو رجعنا إلى ما قبل الحرب العالمية عندما برز الأدباء الحديثون، حتى تفسير الأدب، يعني اليوم بتنميط الأدب تجي تدرس في الكتب بيقول لك الأدب الإسلامي، الأدب القومي، الأدب ما بعرف إيه. ما هو الأدب الإسلامي؟ بيروح بيحط لك شعراء الصعاليك مثلا، شعراء الصعاليك شعراء أدب إسلامي، بيحط لك شعراء مثلا يتحبنون الحلول والاتحاد وفلسفات يونانية تزييف الوعي وهرطقات. نعم تزييف الوعي. الأدب الإسلامي بالتعريف يجب أن ينطلق هكذا، هو الأدب، هو النتاج الأدبي من شعر وقصة ومسرحية التي تنسجم مع الفكر العربي الإسلامي. طيب أستاذ فاضل، يعني أنا ربما هذا هو الأدب الإسلامي. نعم جميل هذا، لكن ربما ما قصدته إلى أي مدى هناك حرص من قبل القائمين على وضع المناهج التدريسية والتعليمية على تشريب هذا الولد، هذا الطفل، هذا التلميذ بالآداب العربية، إشباعه باللغة العربية، تكريس قيم العروبة، قيم العروبة فيه، حتى إذا ما وقعت حرب، إذا ما وقعت هجرة، إذا ما وقعت وقع نزوح إلى دول أخرى، يبقى يستطيع أن يكون هذا الولد، هذا الشاب قادرا على التمسك بهويته العربية وبانتمائه. أستاذ، على الصعيد الأدبي وعلى الصعيد حتى التاريخي بكل أسف بطريقة غير مباشرة يضخ مسائل تعليمية ما فيها أي تركيز للوعي، لوعي فكري، وإنما تهيج عواطف. يعني نحن العرب ندرس لك ظاهرة عنتر بن شداد والزير سالم والقضايا في العرب الجاهلية، نعم عندهم مكارم أخلاق عالية، لكن حقيقة الأمر الأدب الحديث ركز على سبيل المثال الفكر القومي العنصري، لأنه هذا على سبيل المثال النظام السوري، حزب البعث السوري يركز على هذا، ولذلك الأدب العربي في سوريا خدم عملية تفتيت النسيج الوطني السوري مستقبلا بين الأثنيات الكردية والتركمانية والطائفية. هل المناهج التدريسية والتعليمية كان دور في هذا أم فقط اتجاه سياسي؟ نعم، الحقيقة التربية والتعليم عندما تكون خادمة للمنهج السياسي للنظام، لأي نظام، معنى ذلك هو جزء من هذه البنية. نعم. وبالتالي أدى إلى ما أدى إليه، حقيقة لا خدم اللغة العربية ولا خدم الوطن اللي بيدعي فيه النسيج الوطني، لأنه الإخلاص حقيقة، الإخلاص القيادات التربوية ما بيجي عبث. النظام اللي ما هو مخلص بده يجيب قيادات تربوية غير مخلصة، وبالتالي اليوم نحن لو رجعنا بعصر الاستعمار الفرنسي لسوريا، أساتذة اللغة العربية وخريجي المدارس السورية في اللغة العربية أقوى من
الأساتذة والطلاب والكليات الذين تخرجوا في ظل الأنظمة التي تدعي أنها قومية. وهذا يحسب لنظام الحكم في سوريا يعني. لنظام الحكم يعني صحيح أنت مثلا ضربت مثلا في سوريا أن النظام أنتج يعني فتت النسيج الوطني من خلال تركيزه على أبعاد معينة في نظام التعليمي، لكن أنتج نظاما تعليميا قويا من حيث اللغة العربية، وعرب الطب العلوم الطبية هو الوحيد في العالم الذي نقلها إلى لغته، وأنتج جيلا سوريا متميزا باللغة العربية ويحمل متشبعا بالفكرة العربية. نريد أن نميز بين منهجين أستاذ. دائما نحن السوريين مثل ما نقول مضروبين بحجر على رأسنا أحيانا. في فرق كبير بين المنهج القوي والمنهج الصعب. المنهج السوري هو منهج صعب وليس منهجا قويا. المنهج القوي هو المنهج الذي نستطيع أن نحوله إلى مهارات في الحياة، مهارات فكرية، مهارات ثقافية. المنهج السوري على سبيل المثال خالي من مهارات التفكير، خالي من أنشطة تثير التفكير. ومهارات التفكير في المنهج السوري ما في غير مهارة واحدة اللي هي مهارة الحفظ والتذكر. وإن كان حديثنا ليس عن المنهج السوري وإنما عن منهج تدريس اللغة العربية كلها، وربما يشتركون في هذه الخاصية أنه لا تثير التفكير وأن أنماط التعليم هي ربما تقليدية، أليس كذلك؟ نعم، هي الحقيقة ليست تقليدية أيضا. يعني المناهج العربية التقليدية عند أجدادنا الأولين راعت مناهج التفكير، أما هؤلاء الحفظ فقط. لا يريدون للإنسان العربي أن يفكر. حتى أن هناك يعني في قضية الهوية، وقلنا القرآن الكريم هو جزء من الهوية، في بعض الدول العربية هناك بعض ضغوط سمحوا بافتتاح مراكز تحفيظ قرآن بشرط، شرط خطير جدا، نعم، منع التفسير. طيب نحن نخرجوا مسجلات آلات. نحن نريد أن نبحث إذا ما كان كما قال الأستاذ فاضل يعني هناك محاولات لفصل العرب عن عروبتهم، أم أنه لأسباب أخرى مثل عدم وجود الكفاءات القادرة على تحويل هذه المادة إلى شيء منتج ويساهم في التنمية كما قال الأستاذ عبد الباقي. نبحث هذا الأمر بعد فاصل قصير. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن واقع التعليم في الوطن العربي. سريعا أذهب إليك أستاذ عبد الباقي، بينما النظام التعليمي يتقدم في عدد من البقع الجغرافية في العالم، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الهند، هناك أنظمة تعليمية تتقدم. نلاحظ أن الحالة العربية في حالة تراجع متواصل مستمر في الأنظمة التعليمية بالرغم من الوفرة المالية عند كثير من الدول العربية. أين الخلل برأيك؟ بس أرجو أن تعطيني الوقت الكافي. تفضل. طبعا بالنسبة دعني أربط بالحديث، أرجو أن يكون الحديث، نحن الآن لا نستطيع الحديث عن هوية دون الحديث عن مخرجات العملية التنظيمية كتقانة يعني كرقمنة. بالتالي هناك تحول، نحن لا نتحدث عن المجتمع الزراعي ولا عن المجتمع العصري، نحن نتحدث الآن على المجتمع المرقمن، على الفضاء الكوني. بالتالي نحن علينا أن نجتاز مراحل مجتمعية، يعني لا يمكن الحديث عن تعليم كما كان بالاستعمار. نحن علينا الآن أن نعد منهجا تعليميا ينخرط في المجتمع التكنولوجي ومجتمع الفضاء الحر. بالتالي لدينا مهمات، لا يمكن لنا تعميم منظومة التعليم السورية. أنا أقمت 15 عام ودرست في الجامعة التونسية ودرست في الجامعة التونسية. هناك المنهج المغربي والتونسي منهج نقدي وليس نقلي. بالتالي كيف يمكن لنا أن يعني أنا كيف نقضي يعني ماذا تعني؟ النقدي النقلي هو التحفيظ والحفظ وإعادة إنتاج النص على طريقة دول الخليج وبعض الدول العربية.
المنهج النقدي هو كيف ندرب الطالب على التفكير وعلى نقد النص في المغرب العربي، في المغرب وتونس. هذا ينتج حتى لدينا نحن الأكاديميين في إحدى المؤتمرات، كان لدينا حتى في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومخرجات الجامعة، وهذا خطير، مخرجات نقلية. لا نستطيع أن نكون مخرجات نقدية، لم نسهم في الفعل الثقافي والاجتماعي الكوني. لذلك أعود لسؤالك، شوف علينا ألا نتحدث عن 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 في الوقت الحالي، لا نتحدث عن مثلا فقط الدين واللغة العربية والهوية، هذا جزء من مخرجات العملية التعليمية. كيف يمكن أن نكون هنالك مزاوجة بعيدة عن السياسة، بمعنى أن الآن الخطاب الديني السويسة هناك تعبية، وهناك الآن مشكلة جديدة، لدينا الآن ما يسمى باستدعاء الثنائيات، سنة وشيعة وأكراد وعرب، هذا يؤدي إلى فجوة بالهوية الوطنية وفجوة بالقومية. وبالتالي كيف يمكن لنا أن نضع منهجا يقوم على المواطنة ويستوعب كل هذه التباينات، وإلا ستكون هناك أزمة داخلية محتقنة. الآن في اليمن على سبيل المثال، أو العراق على سبيل المثال، هناك الآن استدعاء لهويات ثنائيات، بمعنى أن الشاب ينشأ في العائلة داخل ثنائية ما، أو ما علاقة النظام التعليمي بهذا؟ علينا، لا يمكن لنا أن ننشأ جيلا معرفيا وهوية عربية إسلامية منسجمة مع الدولة إذا كان لديه هويات متعددة. طب لماذا تأخر النظام التعليمي في الدول العربية؟ النظام التعليمي العربي تأخر لأن لم يكن يشكل اهتماما. على سبيل المثال، يعني ميزانية الدفاع والأمن العربية تفوق عشرات الأضعاف عن الميزانية المخصصة للتعليم والبنى التحتية. حتى في الخليج هناك التعليم المحافظ وليس التعليم النقدي، بمعنى بنية تحتية جميلة، نجيب أحسن المدرسين، نجيب يعني حتى الجامعات. لكن ماذا يدرسون؟ لكن ماذا يدرس وماذا يساهمون؟ على سبيل المثال مثلا ما تنتجه إسرائيل من أبحاث وكتب تفوق ما تنتجه المجتمع العربي برمته. لماذا أستاذ عبد الباقي بالرغم وجود الموفرة المالية لماذا لا يوجد تفكير نقدي، منهج تعليمي نقدي؟ ما تخصصه إسرائيل للبحث العلمي فقط 9 مليار دولار. لماذا لا يخصصون 9 مليارات؟ هناك أموال مثلا لا في الخليج. رهان على التعليم في هذه الأمة. على سبيل المثال شوف، لما تجي تشوف الآن تشعر ب يعني مثلا في مؤشر بيرسون للتعليم والمهارات المعرفية يقوم على 3 اختبارات. من أفضل الدول العشر في مؤشر بيرسون كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، هونغ كونغ. شوف شو يعني إنه في عندنا نماذج في شرق، في شرق آسيا. بعدين الخامس فنلندا، السادس بريطانيا، 7 كندا، هولندا 8، إيرلندا، بولندا. يعني إنه المجتمعات يمكن لنا أن نحتذي على، وهذه الاختبارات تقوم على اختبار مدى التقدم في القراءة والكتابة، عندك اختبار الاتجاهات الدولية في الرياضة والعلوم، وهناك اتجاه التقويم الدولي. بالتالي المنظومة التعليمية العربية يعني لا توجد منظومة عربية موحدة. يمكن لنا الحديث عن منظومة عربية موحدة، نحن نتحدث عن يعني عن أنظمة، عن برامج تعليمية قطرية، وكل قطر يرتب يعني منظومته التعليمية وفقا لتوجهاته السياسية. لكن أين أنا أشير بالتعليم بهذه العملية؟ إذن مناهج التعليم مناهج غير مواكبة للتحديث، لأن كيف أقيس أنا الإنتاج؟ أولا لدينا مشكلة حتى على مستوى، أنا أربط بين التعليم العام والتعليم الجامعي. مثلا كل التخصصات اللي تذهب للإناث ولأغلب تروح للآداب، والتخصصات العلمية للذكور. لدينا المنهج التعليم هذا مرتبط بالثقافة المجتمعية. لا لا لا، هذا كله لما يكون لدينا عملية ما يسمى بتحول ثقافي اجتماعي تعليمي، تنتهي الأدوار التقليدية. وبالتالي عندما ندمج المرأة في سوق العمل وفي الدورة الاقتصادية نغير الوظائف التقليدية للمرأة. الآن نحن لدينا على سبيل المثال لدينا مصيبة أخرى، غير ما نحن كنا نتحدث في الخيال قبل قليل، أنت تتحدث لي عن ما قبل 2011. نحن الآن لدينا ما يقارب يعني 13 مليون طفل خارج المدارس. لدينا تقريبا 3 مليون عربي 3 مليون في السودان، 3 مليون في اليمن، 2 مليون و400، والآن ربما 4 مليون في سوريا، 3 مليون في العراق، 3 مليون في ليبيا. مصادر هذه المعلومات؟ هذه عندي أنا تقريبا في بعض، مش مكتوبة عندي بس هي موثقة عندي، كتبتها على عجل، لكن هي موجودة عندي الوثائق، أنه لدينا خارج، خلي بالك، خارج المدارس لدينا العمل أثناء هذه الصراعات في العراق واليمن وليبيا. كم سنتأخر في
في المنظومة. نحن كنا الآن لما نتحدث قبل قليل نتحدث عن ما قبل 2011، الآن لدينا يعني فجوة التحاق. هذه فجوة التحاق، يعني نحن الآن لدينا فقدان الدولة الوطنية، فقدانها بمعنى لم نعد نتحدث عن العراق، نتحدث الآن عن أكراد، عن سنة، عن شيعة. نتحدث في اليمن ليس عن اليمن موحد، عن اليمن شمالي، يمن جنوبي، عن حوثيين، عن شيعة وسنة. نتحدث في ليبيا عن يعني شرق غرب. طيب فئوية، وفي عندنا الآن خروج للمنظومة. لدينا الآن تأخر المدرس العربي. طيب، غير مواكب للتحديث. نحن نعاني الآن، لدينا يعني سلبيات ما قبل 2011، ولدينا الآن يعني بعد 2011 مضاعفات. لكن ثمت نقطة مهمة أستاذ عبد الباقي، يعني في السابق كان هناك الأوقاف هي التي تسيطر على النظام التعليمي في عدد من الدول العربية. وهنا أريد أن أسأل الأستاذ سلوان في الدوحة، في السابق كانت النظام التعليمي يتبع للأوقاف، هذا يعني أن النظام التعليمي كان يحظى بقدر كبير من الاستقلالية عن السلطة، عن السلطة السياسية، عن الدولة، عن الخلافة، عن منظومة الحكم أيا يكن. الآن هناك الدولة تسيطر بالمطلق تقريبا على النظام التعليمي وعلى العملية التعليمية، وخصوصا في المرحلة التأسيسية. أريد أن أسألك الآن أستاذ سلوان، هل لهذا التغير وضياع إذا صح التعبير استقلالية التعليم دور في تراخي العملية التعليمية وضعف البنية التعليمية في الدول العربية؟ نعم أكيد هذا كلامك صحيح، بس خليني أرجع شوية ويا حضرتك للماضي. الماضي اللي تتكلم به أنه كان التعليم مستقل عن الدولة، هذا كان عندما نتكلم عن قرون يعني 17-18، عندما لم يكن هنالك حاجة سوى للأغنياء والمتمكنين من التعليم، وهذولا كانوا يعني ترف فكري وثقافي لكي يتبوأوا أماكن معينة في قيادة الدولة أو أطراف الدولة في الخارج. لكن هذه العملية بدأت تحتاج إلى بعد تحرك العجلة الاقتصادية والتكنولوجية، بدأت تحتاج إلى أبناء البلد من وين يجون هذول تعليمهم. لا يمكن أن تبقى على الدراسات الدينية والكتاتيب والمدارس العسكرية اللي تدرس علوم محددة، أنت تحتاج إلى تنمية شاملة في البلد، فتضطر أن تتوسع التعليم. من يقوم بهذا التعليم؟ لا يمكن أن تقوم بها مدارس خاصة ولا تقل مهما بلغت من الإمكانيات، فعند ذلك يجب أن تدخل الدولة، والدولة عندما تدخل بثقل كبير بحيث أنه تحتاج إلى المهندس وإلى الطبيب وإلى التربوي وإلى الصيدلاني وهكذا. هذا يبقى إحنا الآن نأتي ونقول قبل كان أفضل لأنه مستقل، لكن هذا في مرحلة معينة. الآن هنالك مدارس خاصة يمكن مستواها العلمي أفضل من المستوى التعليم الحكومي بسبب اختيار نماذج تعليمية متقدمة متطورة، هذه غير مستوى في التعليم العام. أكثر درسين البلد أو نقول الوطنيين أو الدين غير موقع، السبب لا يطلعون إلى تطوير أكاديمي ولا تطوير علمي إلى مهني. الطالب ليس له أي موتيف أي دافع أن يدرس، لأن لا يوجد سوق عمل. إذا ما تربط التعليم بسوق العمل ومخرجاته وتكون أنت مهيئ الخريج أن يكون يتبوأ مكانه في المجتمع، عند ذلك اثنين الصراعات الطائفية اللي تكلموا عنها الأساتذة، هذه كيف يكون حرم جامعي أو أكاديمي أو مؤسسة تربوية وتناقش المسائل الطائفية بين الملل والطوائف؟ احنا ما نحتاجها. احنا الوطن العربي عندنا القومية العربية عمرها ما كانت عنصرية، القومية العربية قومية منفتحة إنسانية بطبيعتها. وإن كان طبعا أعرف أنك أستاذ سلوان ربما تلمح على ما قاله ضيفي في الاستوديو، وأنا فهمت منه أنه هو يتحدث عن جزئية محددة وهي القومية، الحزب البعث الذي كان في سوريا كان يتحدث عن هذه الجزئية وليس عن القومية العربية بعمومها. تفضل. نعم أنا لا، مع احترامي للأستاذ المتحدث ليس قصدي هذا، بقصد ما أوضح هذه الصورة
لأن احنا صوتنا يجب أن يصل أيضا إلى العالم. نعم. نحن لا نتكلم بيننا فقط، يسمعون خلي يسمعون حديثنا الناس أو العالم. احنا دائما العلوم بثقت من الحضارة العربية الإسلامية. إذا ترجع إلى القرآن أول آية اقرأ، وإذا ترجع على العرب قبل الإسلام فكان شعراء فطاحلة واللغة العربية كانت في أوجها، ولم تكن هنالك المدارس اللي احنا نتصورها. نعم. عندما جاء الإسلام طور هذه العملية وشذبها واتحم بها، ووصلنا إلى قمة التكنولوجيا في الحضارات الأموية والعباسية. نعم. وكانت جامعاتنا لا، لكن هذا أستاذ سلوان، لكن هذا كان ماضيا، اليوم نحن في حديثنا اليوم هناك حالة ضعف كبيرة في الذهنية العربية، ربما مردها إلى الحالة التأسيسية في النظام التعليمي. أنا بقصد من هذا الكلام. نعم. أنت ما أعطوك الاستعمار لم يعطيك فرصة أن تنهض. عندما جاء تكمل الغرب حضارته ما أخذ من عندك، أخذ من عندك ما بنيته، لكنه أنت بعد ما أخذ هو بديت تعيش في ظروف مظلمة. لا ننسى القرون المظلمة اللي مرت على الأمة العربية، كيف تريد أن تنهض؟ ولا زالت لا يوجد سلام بين أبناء البلد. تفضلوا الأساتذة اللي عندك وكل ما نتكلم عن تجربته، لا يوجد سلام، لا يوجد أمن. طيب. لا يوجد يعني حسن نية. نعم. فأنت يعني تحارب وتدافع عن نفسك في نفس الوقت وتريد أن تبني حضارة. العالم العربي مهمش، ما حد يحترمه، ما حد له مكانته، إلا إنه يطلع للغرب شوفه يبرز ويصير ياخذ. وأنا هذا ربما يكون أستاذ سلوان أرجو المعذرة، ربما يكون هذا مرتبط بالناحية التأسيسية التعليمية عند العرب. وهنا أريد أن أسأل أستاذ فاضل، عندما نقول أن هذا النظام التعليمي متقدم أم متأخر، ما المقاييس التي يبنى عليها هذا الحكم؟ أولاً حقيقةً أولاً بدي راعي النهضة التي وصل إليها العالم الآن، هذا في الجانب العلمي، يعني في جانب الرياضيات والعلوم. نعم. العلوم التجريبية، وأن لا تدرس أيضاً، يعني أولاً تناسب النضج العقلي للطالب، اثنين قابلية التحول إلى مهارات حياتية، ثلاثة تحاكي حاجات المجتمع، وأيضاً نهتم في العلوم التجريبية بالمختبرات. أما أن تدرس العلوم التجريبية بطريقة الآداب، وهذا ما يحصل في البلاد العربية، المدارس معظمها لا تمتلك مختبرات عالية المستوى، هذا مهما رقى المنهج من حيث المضمون المعرفي أو المهاري لكنه لا يطبق عمليا. يعني بيحكي لك في نظرية الطيران والطالب ما شاف الطيارة، بنظرية الصواريخ والطالب ما شاف صاروخ، بيحكي لك في الأبراج والعمارات وبيته من طين وما شاف حتى نموذج عملي للبناء. هذا الانفصال بين المنهج والواقع الحقيقة هو الذي يجعل من مناهجنا لا تفيد على الإطلاق. يعني الحكومة الأسترالية مثلا ميزت حتى بين نوعين من التعليم، التعليم الريفي والتعليم المدني الحضري وفق الحاجات، ولذلك هذه الدول تقدمت وصارت الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والإنتاج كذا، هي في العلوم العملية. لكن ما الفائدة ابن مدينة حلب مثلا أو مدينة القاهرة اللي ما بشوف الريف خالص تروح تدرسه في العلوم الزراعية بعمق، وهو بعمره ما شاف الأرض، ما بفرق بين الباذنجان والبطيخة في كشجرة مثلا. فلذلك هذه الأمور يجب أن تراعى. المنهج الناجح حقيقة هو المنهج الذي بشكل عام يقوي البنية الوطنية والبنية الفكرية لهذا الشعب. لذلك أنا بدي أختصر بنقطتين سريعات ولازم أربطها بالعمل السياسي. المسألة التربوية هي عم تخدم المسألة السياسية. كيف ذلك؟ بعد سايكس بيكو حقيقة ثبت أن بالاستقراء وبالحالة التجريبية أن وظيفة معظم الأنظمة لهم ثلاث وظائف: الحفاظ على الأنظمة الرسمية أم التعليمية؟ الرسمية وانعكاساتها على التعليم. أريد أن أتحدث عن الجانب التعليمي. نعم، أنا هذا بدي أحكي. طالما وظيفتها حراسة التجزئة وحراسة التخلف وطمس الهوية، هذه شو بدها؟ بدها تخريب التربية والتعليم. ولذلك على مسألة طمس الهوية، الآن الإنسان العربي له عربي على صفحة، وله مسلم على صفحة، ولا ديمقراطي ولا علماني، لأنه المناهج مميعة ما في إلها بنية فكرية. حراسة التخلف ثبت إن الآن نحن استقلينا في عام 1945 معظم الدول العربية، واليابان خرجت من حرب عالمية أولى ثانية في الأربعينات. لاحظ اليابان أين وصلت؟ ليش وصلت هيك؟ لأنهم استثمروا بالعقل.
أريد استثمروا بالعقل. أريد أن أنتقل للأستاذ عبد الباقي، كيف تجلى لك التأثير السياسي على النظام التعليمي في الدول العربية؟ طيب بس بشكل سريع، الإحصائيات السابقة في تقرير اليونيسف تمام، وفي مجموعة مؤشرات قبل ما تجلى. أعيد لي السؤال مرة ثانية لو سمحت. نعم، فقط أريد أن أسألك عن كيف تجلى لك ولدي القليل من الوقت التأثير السياسي على النظام التعليمي في الدول العربية. طيب، يتجلى ببعض الأرقام بعطيك إياها الآن. تفضل. لدينا مثلا 5000 باحث لكل مليون مواطن في إسرائيل، ولدينا 363 باحث لكل مليون مواطن في الوطن العربي. علاقة السياسة بذلك؟ هذه السياسة التعليمية، هذه الاستراتيجيات هي التي تجعل أن إسرائيل بجانبنا عدد الباحثين لديها 25,000، أي لكل مليون 5,000. سياستنا التعليمية وسيطرة هذه السياسات وعدم تفريغ ميزانيات واستراتيجيات يعني وتخصيص ميزانيات ووضع مناهج مواكبة وتدريب والتكوين المستمر للمدرسين، تكوين مستمر للأكاديميين، يؤدي بنا إلى هذا التخلف. ميزانية أمريكا في البحث العلمي 168 مليار، ميزانية اليابان 130 مليار، ميزانية الصين 136 مليار للتعليم، للبحث العلمي ليس التعليم. نعم. للبحث العلمي. اثنين، هذه السياسات تؤدي حتى بألمانيا. ألمانيا تشكي من هروب العقول الألمانية إلى أمريكا. نحن التعليم ليس رهانا لدى هذه السلطة، التعليم ليس رهان، التعليم لا يوجد في الاستراتيجيات. لدينا الأمن والمخابرات ولدينا التسليح، ولكن بينما الذي يحقق أمننا القومي، الذي يحقق أمننا الغذائي، الذي يحقق يعني اتساقنا في الركب الحضاري هو المعرفة. والآن مثلا إذا نضرب النفط، نحن نحتاج إلى يسمى اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة بمعنى أن تتحول المعرفة ليس فقط إلى يعني قراءة وكتابة، إلى أن تكون مورد من موارد الاقتصاد. وبالتالي على سبيل المثال، الأردن يستطيع باقتصاد المعرفة أن يستثمر وأن يتجاوز دول الخليج. بالتالي نحن لا نحتاج فقط إلى هوية، لا نحتاج فقط إلى هذا. مهم أن نضع يعني نبني الهوية العربية والإسلامية بشكل أن تكون منسجمة وتحقق كما تفعل كل الشعوب والأمم. لكن هذا عنصر مهم، لكن أيضا من المهم جدا أن تكون مخرجات بحثنا يعني أن يكون التعليم. أنا أعتقد أن اليابان أكثر وشرق آسيا نموذج ينبغي أن نحتذي به في أن نتموضع في مجتمع الرقمنة ونجسر فجوة طيب. العقل وفجوة المعرفة. أشكرك أستاذ، وأرجو أن أختصر أستاذ سلوان. يعني أنا بعد الانتفاضة العربية في عدد من الدول العربية الأخيرة في العقد الأخير كان هناك توظيف سياسي للتعليم، هل يمكن أن تعطينا بعض النماذج عن هذا التوظيف السياسي باختصار من فضلك؟ والله اللي أعرفه أو اللي شفته وعيته أنه التوظيف السياسي هو الهبوط بالتعليم وهبوط بالعملية التعليمية والقيم التربوية وعدم وجود يعني تطور حسي ما بين قبل وبعد الانتفاضات والثورات تطورت فيها. تأثير بالعكس، زاد عدد المهجرين، زاد عدد المدارس المخربة، قلت عملية بناء مدارس جديدة وتجديد مناهج دراسية. تقنيات دراسية لم تدخل إلى العالم، لا زلنا نعمل بالصبورة والتباشير. العالم يشتغل الآن بالسمارت بورد والإنترنت داخل الصف والكوميونيكيشن بين الأستاذ والطالب وعن بعد، وكل هذه الأشياء لم تحدث. فإذا ماذا استفدنا من هذه لم تؤثر على حياتنا؟ نعم. الاجتماعية والتعليمية. نعم. والتربوية أو الاستقرار. طيب. بالعكس، ساهمت في تراجعها، وهذا أيضا مؤشر طرحته كثير من المؤشرات اللي موجودة. نعم. الآن عندنا 1 من 5 للكبار اللي هم جهلة أو بين في العالم العربي. طيب. أكثر من 40% من الأطفال. أنا 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 أعتذر جدا عن المقاطعة أستاذ سلون، وضحت الفكرة على الأقل، وصلت لي هذه الفكرة. أريد أن أختم معك أستاذ صالح، هذا التوظيف السياسي الذي أعطى بعض الأمثلة عنه الأستاذ سلون، إلى أين يمكن أن يقود
العملية التعليمية والمحتوى الفكري والوعي العلمي لدى هذه الأجيال العربية باختصار؟ بشكل عام هذا المنهج هو لترسيخ التخلف في المنطقة، التخلف الفكري والثقافي والعلمي، وأن الأصل بوزارات التعليم العالي على سبيل المثال اكتشاف الموهوبين والمبدعين لاستثمارهم وتحويله لاقتصاد معرفة حتى نستفيد منهم في الحياة، إلا أن المبدعين والموهوبين الذين هم أس النهضة يحاصرون في المنطقة العربية لتفتح أوروبا وأمريكا لهم ويتقدموا. التأثير المباشر بنصف دقيقة، التأثير المباشر لاستعمال التعليم كأداة سياسية لصالح هذا الحزب أو هذا الفكر أو هذا النظام أو ذاك، تقسيم البلاد فكريا وثقافيا. الأصل التعليم يعمل على وحدة النسيج الوطني، إلا أن التعليم بهذه الطريقة يؤدي إلى انقسامات لا طائل لها، وبالتالي التحدي التربوي لكل الأنظمة هو التعليم الذي يؤدي إلى بناء النسيج الوطني على أسس متماسكة لمواجهة الأخطار القادمة، وهذا ما لا نملكه حتى الآن. أشكرك شكرا جزيلا وجميع ضيوفي مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام صالح فاضل خبير تربوي سوري ومؤسس عدد من المدارس العربية والتركية، الأستاذ عبد الباقي شمسان الأكاديمي اليمني، والأستاذ سلوان كمال جميل الباحث العراقي في القضايا التعليمية. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه. Thank you.